كل التوفيق النهارده. روي فيتوريا قال كلام مهم جدا معانا اكيد بالصوت والصوره هنسمعه ونرجع نعقب معاه. نروح الى مقر اتحاد كره القدم المصري اللي منعقد فيه النهارده مؤتمر صحفي ونشوف روي فيتوريا المدير الفني اللي كلنا بندعمه، المدير الفني اللي كلنا وراه، المدير الفني اللي في كل اختياراته ان شاء الله تبقى في صالح كره القدم المصريه. هنشوف قال ايه ونرجع تاني نعقب فيها في المنتدى على شاشه قناه المحور او تروحوا في اي مكان. ان شاء الله نامل ان هي تكون باذن الله توفيق بالنسبه لنا النهارده البدايه، وباذن الله تكون حاجه تمنحنا ان احنا نوصل لاهدافنا ان شاء الله. سبب التاخير النهارده كان نتيجه بس ان احنا كنا في مراسلات مع الكاف بنحدد بس حاجات معينه في البروتوكول واختيار لاعبين واخراج الليسته النهائيه. رابانش تمزشت فينسات جادوش. طبعا في الليسته بتاعتنا 27 لاعب القايمه. ايريمش كومسار او نوسو ستاجي دي بريباراسيون نو ديا 2 دي يناير. نبدا المعسكر يوم 2 يناير. Esta primeira semana, que irá durar até o dia 7, com um jogo contra a Tanzânia. هتكون يعني تقريبا فترة أقل من أسبوع بس هتنتهي معنا بمباراة ودية أمام فريق تنزانيا. Vai realizar-se, esse estágio vai realizar-se na nova capital. المعسكر المرة دي هيكون في العاصمة الإدارية. Iremos lá ficar concentrados no hotel e iremos treinar também lá. هيكون المعسكر في منطقة العاصمة الإدارية وكمان التمارين بتاعتنا هتكون في الملاعب هناك. وجوغا سات depois do jogo de 7 iremos fazer uma pausa de um dia para os jogadores estarem com as suas famílias. بعد مباراة يوم 7 هندي زي راحة أو فترة قصيرة من الراحة للاعبين اللي هي هتكون يوم 8 عشان اللاعبين يقدروا يزوروا وأسرهم ويشوفوهم قبل ما نسافر. إنو ديا 9 vamos viajar para a costa do Marfim. يوم 9 هيكون السفر إلى ساحل العاج. E depois ficar até 11 فبراير. وإن شاء الله نكمل هناك إلى يوم 11 فبراير. Damos a nossa garantia de podermos jogar da forma que eu entender. ولكن المجموعة الموجودة واللي هتمثل منتخب مصر بتديني الضمان وبتديني الاطمئنان ان هم يقدروا يمثلوا المنتخب بشكل جيد جدا في اي من الظروف وفي اكثر من اسلوب. Sobre esses dois jogadores, Sobhi e Fatouh. بما يتعلق باللاعب صبحي وفتوح. É óbvio que me fez pensar obviamente durante muito tempo. أكيد طبعا أن أنا قعدت أفكر كتير جدا في المسألة دي وخدت مني وقت كبير في التفكير. Mas chegamos à conclusão, o Fatouh, eu gosto muito dele enquanto jogador. ولكن وصلت للقرار أن فتوح أنا لاعب معجب به جدا على المستوى الفني كلاعب. Sei que vai dar resposta quando eu quiser que ele jogue. مطمن إن شاء الله هيكون في إجابة طيبة من اللاعب وقت محتاجه أنه هيكون إجابته إجابة مناسبة وطيبة. وشايف برضو انه هيكون لاعب مستقبلي لمنتخب مصر او لبلد مصر فهيكون نراهن عليه للمستقبل. يخلص مع صوبي. بالنسبة لمحمد صبحي. Se eu tiver que pôr a jogar no próximo jogo, não tenho qualquer problema em pôr. لو انا يعني بفكر ان صبحي هو اللي يقف في المباراه القادمه مش هيكون عندي اي مشكله ان احطه فيها. ايش كده زي كان جوادور كيو كونفيو معنى كده ان انا لاعب بثق فيه ودي بالنسبه لي تعتبر اجابه لكل الاسئله. اي تمام عاش كان جوادور او فتور دو بايس. وشايف برضه ان هو هيكون لاعب مستقبلي لمصر والمنتخب. اي نوس اوبينيون طبعا في الاخر ترينادورز دي كيبا برينسيبال. في الاخر ده رايي كمسؤول ومدرب لمنتخب مصر. اي ميو جوادور هو لاعب من لاعبين المنتخب المصري. كستون دو عبد الله سعيد. مساله طبعا اللاعب عبد الله السعيد. جوست مونت ديل ان كونت جادور ان كونت بروفيشنال. انا لاعب اقدره جدا كلاعب كره قدم وكذلك على المستوى الاحترافي كلاعب. كونت كول كاينو شي 55. كونت كول كاينو شي 55. وقت ما كتبت الليسته اللي كان فيها 55 لاعب. فوي بارا نون بردير بوسيبيليتاد بنسار اتي او ليميت. كان بالنسبه لي ان انا ما كنتش عايز بس افقد الفرصه ان انا افضل لحد اخر لحظه اقدر افكر سي بودي كريتير ان جوغادور داستا كاباسيتاد
dentro das opções para eu pensar. لو ان انا بدور على لاعب يكون عنده المقدره اللي موجوده عند اللاعب عبد الله السعيد في الاسلوب اللي انا بفكر فيه او في الشكل اللي انا بفكر فيه. عبد الله السعيد teve uma disponibilidade tremenda, adorei. طبعا انا عجبني جدا اللاعب وقدرت جدا حته الجاهزيه بتاعته ان هو عنده جاهزيه قويه جدا للمشاركه. Adoro enquanto jogador. وحقيقي بقدره جدا كلاعب. Entendi mesmo mais no final. وفهمت يعني حتى تقريبا في اخر شيء. Na construção do grupo, optei por outro jogador. ان في بناء المجموعه او في بناء الليسته النهائيه اتجهت للاعب اخر. Mas a escolha foi para eu estar de consciência tranquila que vou tentar o Abdel Assaí. Vou tentar ver se ele está disponível para a seleção e não quero fechar esta porta. E pus dentro dos 55. وكتبت داخل ال 55 لاعب في الليستة البدائية المبدئية على أساس إن أنا ما كنتش عايز أقفل الباب قدام عبد الله السعيد إنه ممكن يكون بالنسبة لي حل أو ممكن إن أنا أفكر فيه أو ما أقفلش التفكير فيه إلى أن تصدر الليستة النهائية لصدر الفترة. Não tive nenhuma posição muito complicada. الحمد لله بنأكد ان احنا مركز ما فيش كان في مركز عندنا معقد او مركز بالنسبه لنا كان صعب جدا في مراكز الفريق. Aquilo que quis fazer foi ter a consciência tranquila até ao limite. اللي انا كنت عايز اعمله بس هو انا كنت بحط يعني عايز يبقى ضميري مستريح لحد اخر لحظه بصدر فيها الليسته. Que escolhi os jogadores que eu entendi que nós entendíamos nós equipa técnica que era importante para montarmos a equipa para uma competição desta natureza. ان انا بس كنت اكتب العنصر او العناصر اللي انا شفتها انا والجهاز الفني بتاعي ان هي هتكون هي اللي بنخلق منها فريق وبنركب منها زي تركيبه معينه عشان منافسه خاصه جدا اللي هي المنافسه اللي احنا داخلين. Como eu vos digo, eu gosto de pensar até o já vos disse isto, eu gosto de pensar até o último instante em todas as possibilidades que podem haver. وزي ما قلت لكم قبل كده ويمكن كان واضح معاكم ان انا يمكن بفضل افكر ويبقى بالنسبه لي لحد اخر لحظه ما زلت برضو في التفكير الى ان اصدر الليسته النهائيه. ولكن في النهايه انا سعيد جدا ومطمئن جدا للليسته اللي انا اعلنتها والعناصر اللي انا ضمنتها لمنتخب مصر اللي هتمثل مصر في الفاينل. Ainda vai fazer alguns exames e não senti que tivesse preparado ou pronto para ser chamado agora à seleção. Ainda tem que fazer, a lesão não está curada e a decisão teve que ser tomada hoje de manhã e ontem à noite. بالنسبة للاعب حسين الشحات طبعا اللي انا عارفه ان اللاعب ما زال هو يعني تحت الفحص الطبي وانه المفروض هيعمل بعض الاشعه او حاجه عشان نتاكد على مستوى الاصابه ولكن انا بالنسبه لي كنت شايف ان الوقت يعتبر مش متوفر قوي بالنسبه لنا ان احنا نفتح شويه او ننتظر شويه فكان لازم الليسته تصدر النهارده فعشان كده صدرت بدون تحسين. E portanto, como temos também jogadores ali naquela posição, são decisões que nós temos que tomar e não havia mais tempo para decidir, esperar o que é que poderia fazer. Não quer alterar o grupo de jogadores. طبعا وكذلك يعني حته المركز اللي بيلعب فيه الكابتن حسين الشحات ده يعتبر مركز عندنا فيه اكتر من عنصر ولاعبين متاحه بالنسبه لنا فما كنتش عايز ان انا اخر الليسته وفي نفس الوقت ان انا اخرج بره المجموعه اللي انا كنت خلاص تقررت عليها. En relação a Ahmed Chanawi. بالنسبه بقى لاحمد شناوي. Pronto, é aquilo que eu vos digo, acho que é um guarda-redes que tem qualidade. بالنسبة لي هو طبعا حارس عنده مقدرة وكفاءة عالية. E que opção é a minha escolha? É o que eu mais gosto. وبالنسبة لي هو يعتبر يعني اختياري وهو من المراكز أو من الأشخاص اللي أنا بقدرها جدا في المنتخب. E o maior elogio que eu posso dar a estes quatro guarda-redes. وطبعا كان بالنسبة لي أنا بجمع مجموعة أربع حراس. É que se tiver que os meter no próximo jogo qualquer deles, não tenho qualquer problema. Com que nenhum deles estiverem aptos. فأنا يمكن اخترت الأربع حراس على أساس إن المباراة القادمة لو أي حد فيهم من الأربعة هو اللي هيقف في المرمى مش هيكون عندي أي مشكلة وهيكون كله بالنسبة لي مقدم الضمانات الكافية. يو أحمد شناوي استرا برونتو نو فينال دا بريميرا سمانا ترافايل وكونتامس كي جا استا برونتو فرا المعلومة برضو إن أحمد الشناوي هيكون جاهز في بداية الأسبوع بتاع العمل معانا في المنتخب فهيكون بالنسبة لنا اللاعب بيأدي وبيشارك.